السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير. أنا زميلكم أنس محمد، زميلكم في الفرقة الرابعة. بإذن الله النهاردة هنكمل البارت 2 من فراكشرز الديسلوكيشن اللي كانت بتيجي في الأوفر. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكلابيكل، كان بيجي فيها فراكشر، وكان واحد اسمه أولمان صنفه وسميناه اسم أولمان كلاسيفيكيشن، واتكلمنا عن الديسلوكيشن اللي كان ممكن يجي في الشولدر. والنهارده باذن الله هنكمل وهنبدا بالفراكشر بروكسيمال هيمرس. الفراكشر بروكسيمال هيمرس موضوع سهل جدا، وفي كام نقطه بس كده مهمين، والباقي كله حاجات كلها عارفينها، فهو يعتبر كله تكرار وخلاص في الكلام. فاول حاجه قالك في الفراكشر بروكسيمال هيمرس بدا بحاجه اسمها اكزيلا نيرف. وليه بدا بالاكزيلا نيرف؟ لان موضوع فضائيه الاهميه طبعا. الاكزيلا نيرف طبعا مهم جدا جدا جدا. هنتذكر شوية ايه اللي كان شوية عن الاكزيلر يعني، وبعد كده نخش في موضوع الاكزيلر نيرف. فاكرين كان بيجي منين؟ كان بيجي منين؟ من البوستيريور كوردو بريكال بلكسس. كان يمشي ازاي؟ كان يمشي يروح على الديب سيرفيس بتاع الدلتويد، وكان بيخرج من الدلتويد، وكان بينزل الدلتويد وينزل السكين اللي فوق الدلتويد. كمان كان بيمشي بوستيريور ويروح عند السيرجيكال نيك. سيرجيكال نيك ليه؟ يروح عند السيرجيكال نيك ويعمل هوك، يعني كانه خطاب. كان يمشي بالسيريور ويطلع قدام ايه؟ انتيريور. ده الاكزيلاري نيرف. فقال لك الاكزيلاري نيرف ذات ريسك. طبعا مش اكيد الديفورمنج فورس بتاعتنا، وما تنساش الفراكشر ديسلوكيشن. اهم حاجه عند ايه؟ الاكزيلاري نيرف. دي ان اكس ريز عليه ايه؟ ده انا عنده فراكشر في السيرجيكال نيك، او ممكن نقول البروكسيمال هيمرس. ده نفس الكلام وده نفس الكلام، ولكن طبعا في هنا فراكشر، هنا الفراكشر ده يعني كبير شويه اهو، وده نفس الكلام. هنخش بعد كده على اللي بعده. في حاجه اسمها الفور بارت اناتوميكال كلاسيفيكيشن، وده انا مش عايزه دلوقتي، هتكلم عنه بس بعدين، خليه دلوقتي. هنبدا بالابيدميولوجي. قال لك ان البروكسيمال هيمرس هي اكتر حته ممكن يجي فيها كسر في الهيمرس كلها، وده لانه بيجي في حق الاثنين، في الناس اللي هم الادلت او الناس الصغيرين، ويجي كام في الالدر. وساعه ما نسمع كلمه الالدر يبقى يجي اكتر فين؟ او يجي اكتر بسبب ايه؟ خلينا فين دي دلوقتي صغار؟ يجي اكتر بسبب ايه؟ يجي بسبب الاوستيوبروزس، لان الناس او الاوستيوبروزس اقصد الاوستيوبروزس، لان الاوستيوبروزس يجي اكتر في الناس الكبار، الناس الكبار عندهم اوستيوبروزس طبعا. فبالتالي العظمة ما تبقاش مستحملة فتتكسر، يبقى بيجي بسبب الاوستيوبروز. وطالما سمعت الاوستيوبروز يجي اكتر فين؟ ميلز ولا فيميلز؟ لا، يجي اكتر في ميلز، لان هم عندهم ايه؟ الاستروجين هرمون. الاستروجين هرمون بيتوقف عند سن معين، فبالتالي يجي لهم اوستيوبروز. يبقى في ميلز يجي لهم الاستروجين هرمون في السن الكبير يتوقف، فبالتالي يجي لهم اوستيوبروز، فيبقى عرضة اكتر ان هم يجي لهم ايه؟ فراكشر بروكسيمال هيمرس. يا الفراكشر بروكسيمال هيمرس هو اكتر مكان يجي فيه الكسر في الهيمرس، يجي اكتر في الناس الكبار لان هما بيجي لهم اوستيوبروزس. وطالما ذكرنا اوستيوبروزس يبقى في ميلز اكتر من الميلز بنسبه الضعف تقريبا، يبقى 2-1. الميكانيزم اوف انجري نفس الكلام طبعا. فولينج وان اوت ستريتش هاند اللي هو الاندايركت تروما. الدايركت تروما زي الموتو فيكل اكسنت، دي دايركت تروما طبعا. يجي في الناس اللي هما ايه؟ اليانجر بيشنت لما يجي لهم طبعا مش هيجي لهم بسبب اوستيوبروزس طبعا، لا يجي لهم بسبب مثلا حادثه كبيره زي موتور فيكل اكسنت، هاي انرجي تروما. كلام سهل كله بسيط. الكلينيكال ايفالويشن، لو المريض دخل عليك العياده طبعا هيخش، هو لما يجي له بروكسيمال هيومرس فراكشر بيبقى عنده بين شديد جدا، فما يقدرش يسيب دراعه كده مفرود، لازم يشيل دراعه. فهو بيشيل دراعه بايده التانيه، فهو بيبقى تيبيكالي present with arm held close to the chest by contralateral hand. كمان قلنا بيبقى عنده بين كريبيتاس، يعني انت لما تيجي تضغط على كده هتسمع صوت كانه صوت ايه؟ بنسميه ايه؟ زي فرقعه كده يعني. امبربيشن يعني لما تضغط عليه، تمام؟ طبعا اكيد طبعا مش هننسى الكيرفول نيوروفاسكولار اكزامينشن، لان احنا بدانا حتى بالاكزيلاري نيرف، فالاكزيلاري نيرف طبعا مهم جدا. فنعمل له كيرف نيورو فاسكولار اكزامينشن. طبعا الاكزامينر كان بيعمل ايه؟ كان بيلزق الدلتويد ولزق السكين فلويد دلتويد، فاسهل حاجه عشان نكزامن
الاجزال النرف ان احنا نشوف السنسيشن اللي موجود على الدلتويد، فنعمل تيست بالسنسيشن اوفر الدلتويد. في حاجه اسمها الدلتويد اتومي، عارفين يعني ايه اتومي؟ الماسلز بتاعتنا مش بتبقى فور ريلاكسيشن في حاله الراحه، يعني وانت مستريح كده الماسل مش بتبقى مرخيه خالص، لا بيبقى عندها كونتراكشن بسيط، بتبقى شدت على الجزء بسيط جدا كده، فبنسميه التول بتاع المصل. فالدلتويد اتوني يعني الدلتويد ما بقاش فيها تول، فده مش لازم يكون عنده ايه اكسلر نيرف انجري. تمام، يبقى اهم حاجه التست سنسيشن، ومش لازم الدلتويد اتوني يكونفيرم ان احنا عندنا اكسلر نيرف انجري، بس كده دول اللي عندهم في الكلينيكال ريليشن. طبعا اكيد في اشياء طبعا لسه هنجيبها من السلايد دي، مش عايز منها غير ان هو بقى عنده بين، ولازم نكزامن الاكسلر نيرف ونعمله ازاي عن طريق ان احنا نتست السنسيشن اوفر الدلتويد، ومش بالضروره ان الدلتويد اتوني معناه ان عنده اكسلر نيرف. في حاجه اسمها النير كلاسيفيكيشن، في دكتور اسمه دكتور نير، فاكرين الاولمان كلاسيفيكيشن في كلافيكل، هو دكتور نير اعتمد على الكلاسيفيكيشن ده وساعده جدا، وقدر يقسم لنا الفراكشرز اللي ممكن تيجي في البروكسيمال هيمرس لاربعه تايبس، ولكن احنا مش هنقول تايبس، احنا هنقول فور بارتس. طب ايه هم البارتس دول؟ اول حاجه الجريتر تيوبرستي ده بارت، الليسر تيوبرستي اعتبره بارت، الهيومرال شافت ما بينه وما بين كل هو يقصد السيرجيكال نيك ده بارت، والهيومرال هيد ويقصد الاناتوميكال نيك. طبعا انا كاتب الكلام ده فراكشر ان سيرجيكال نيك او فراكشر ان اناتوميكال نيك، ده مش موجود في الداتا عندكم، ولكن انا ضايفه فاضطريت اكتبه بخط مختلف. بس دول الفور بارتس، كان الفور بارتس الاثنين جيبروستيز اللي عندنا الجريتر والليسر، واعتبر الهيومرال شافت شافت اقصد، والهيومرال هيد الهيومرال شافت، عشان لو سمعتوا اللي هو قال ايه فراكشر ان سيرجيكال نيك، اللي هو السيرجيكال نيك موجوده فين؟ في الشفت. والهيومرال هيد، الهيومرال هيد دي موجوده فين؟ ما بين يوصل للاناتوميكال نيك، طبعا النيك دي بتبقى موجوده في الاناتوميكال اللي هي بتبقى ما بين الهيد والجريتر والليستر تيوبرستي، النيك اللي ما بينهم بنسميها اناتوميكال نيك. اما السيرجيكال نيك دي انا اللي تحت الجريتر والليستر تيوبرستي اللي هو اول جزء في الشفت. بس كده دول الفور بارتس اللي قسمهم، واللي قال لك ان انا هعتبر ان البارت ده حصل له ازاحه يعني ديسبليس، لو لقيت اكتر من سنت واحد من ازاح، يعني لو هو اكتر من سنت من ده هعتبره ان هو ديسبليس، او لقيت ان بقى اتغير مكانه وبقى بانجل اكتر من 45 ديجريز يبقى كده حصل له ديسبليسمنت، وكده اعتبر ان الفراكشر ده ديسبليسد فراكشر. طبعا الجدول ده مقسم النير كلاسيفيكيشن لبارت 1 وبارت 2 وبارت 3 و 4، فلازم هنتكلم شويه. طيب اول حاجه بارت 1 قال لك ان ممكن الفراكشر ده يجي في اي بارت من البارتس دي، اللي هو ممكن يجي في الجريتر او الليسر او الشافت او الهيد، ولكن بعد ما حصل الفراكشر الجزء ده ما اتزحش، ما حصلوش ازاحه، ما حصلوش ديسبليسمنت من الهيومرس، فبالتالي كده لو جيت شفت الهيومرس كده هتلاقيها عباره عن قطعه واحده، هو صحيح في كسر ولكن الكسر مش متزاح، فبالتالي الهيومرس عباره عن ايه؟ قطعه واحده. فاعتبرناه ان هو بارت 1. جه قال لك طب بارت 2 عباره عن ايه؟ قال لك ان حصل الفراكشر في اي قطعه برضه من دول، ولكن القطعه دي اتحركت، فما بتيجي تشوف الاكس راي وتشوف الفراكشر ده عباره عن ايه؟ هتلاقي ان هو عباره عن قطعتين، القطعه اللي هي اتحركت وبقيه الهيومرس، فاعتبرنا ان فسميناه بارت 2 لان الهيومرس اصبحت قطعتين، اللي هو القطعه اللي حصل لها ديسبليسمنت والقطعه الباقيه، فسميناها بارت 2. طب بارت 3 قال لك كلها مسائل يعتبر رياضه اصلا. بارت 3 عباره عن ايه؟ ان حصل قطعتين حصل فيهم فراكشر واتحركوا من مكانهم، فبالتالي تيجي تبص على الاكس راي تلاقي الهيومرس عباره عن ثلاث قطع، اللي هما ايه؟ القطع اللي اتحركت واختها اللي اتحركت وبقيه الهيومرس، يبقى احنا عندنا الهيومرس اصبحت ايه؟ 3 بارتس، فسميناه بارت 3 او 3 بارتس. بارت 4 او 4 بارت، هو مكتوب هنا 4 بارتس، فنكملها خلاص.
ده عباره عن ايه؟ نفس الكلام. المهم ان يبقى تيجي تشوف الاكس راي تلاقي ان انت عندك 4 قطع. طب ده هيحصل امتى؟ لما 3 قطع يحصل فيهم كسر والثلاثه يتحركوا ويبعدوا عن الهرمز. فبالتالي عندك ايه؟ يبقى عندك 3 بارتس حصل فيهم فراكشر، فكده يبقى عندك 3 وبقيه الهرمز 4، يبقى فسميناه بارت 4. يبقى ده النير كلاسيفيكيشن. ده دكتور نير عمل كلاسيفيكيشن للبروكسيمال هيومرس وقسمهم بدل تايبس قالوا بارتس. طب لو ده تايب ماشي مهم، فقال لك بارت 1، يبقى طالما بارت 1 يعني قطعه واحده يبقى الهيومرس لازم تبقى قطعه واحده، وطالما ده كلاسيفيكيشن اكيد في فراكشر. فقال لك ان احقق المعادله ازاي؟ ان يحصل فراكشر في بارت 1 اللي هم من 4 بارتس دول ومش هيتحرك. فبالتالي لما تيجي تشوف الهيومرس على الاكس راي تلاقيها اونلي 1 بارت. طب بارت 2 او 2 بارت ده ازاي احقق المعادله؟ ان انا عندي يبقى 1 زائد 1 اللي هم ايه؟ ده قطعه حصلت اتكسرت واتحركت من مكانها وبقيت الهيومرس. يبقى انت عندك فراكشر حصل في بارت من البارتس دول وبقيت الهيومرس، يبقى كده ايه؟ وازاي؟ لازم يبقى فيه ديسبليسمنت. ما تنساش ان الديسبليسمنت اكتر من سنتي، لقيتها مساحه اكتر من سنتي او لقيتها عامله انجل اكتر من 45. طيب بارت 3 يعني ايه بارت 3؟ يبقى انا لازم عندي 3 قطع. طيب ازاي احقق المعادله؟ يبقى 2 زائد 1 اللي هما قطعتين اتحركوا وبقيه الهيومرز. طب بارت 4 يبقى لازم احقق المعادله يبقى عندها 4 قطع، يبقى عندك 3 بارتس حصل فيهم فراكشر واتحركوا من مكانهم وبقيه الهيومرز، يبقى كده ايه؟ 4. بس باذن الله الكلام سهل. بعد كده دخلنا على العلاج. ده اخر حاجه طبعا في الفراكشر في البروكسيمال هيومرز. العلاج زي اي علاج عادي خالص، هنعالجه يا اما كونزرفتيف يا اما ايه اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. ولكن هنتكلم عن كل بارت من البارتات اللي احنا اتكلمنا عنها هنعالجه ازاي من غير ما تفكر. مين مالي ديسبليس فراكشر؟ فراكشر ديسبليسمنت بتاعه قليل جدا، ده تعالجه ازاي؟ اكيد كونزرفتيف، تحطه في سلنج. وطبعا اي حاجه بعد ما احطها في سلنج وبعدها بشويه لازم يبدا ايه؟ يتحرك عشان ما يحصلش ستيفنس لو هو قريب من الجايت. طيب قال لك لو عنده 2 بارت فراكشر، فاكرين 2 بارت فراكشر ده يعني ايه؟ يعني فراكشر عباره عن قطعتين، يبقى حصل قطعه واحده اتكسرت واتزاحت، فبالتالي عندك 2 بارتس اللي هي القطعه اللي اتحركت وبقيه اليونس. فقال لك على حسب دي جايه منين؟ فين؟ قال لك لو لقيت انها في الاناتوميكال نك، الاناتوميكال نك بنخاف من حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الاوستيونيكروزس او حاجه اسمها الفاسكولار نيكروزس. يعني هنا لما يحصل فراكشر في الحته دي ممكن يحصل انتربشن للبلاد فلو اللي واصل للحته دي، فبالتالي يحصل مش بتتغذى فيحصل لها نيكروزس اللي هي اوستيونيكروزس. فدي لازم تتدخل اوبريتيف فنعمل له اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. طب لو هي سيرجيكال نك بس الكلام اللي هو الطبيعي بتاعنا، هنا مش بتخاف قوي من الاوستيونيكروزس، انت بس بتخاف من الاوستيونيكروزس فقط في الاناتوميكال نك. فالسيرجيكال نك بعتبره فراكشر عادي، شوف هو الديسبليسمنت بتاعه عمل قد ايه، لقيت ان هو مينيمال يبقى تشتغل عادي كونزرفتيف اللي احنا قلنا سلنج اموبلايزيشن، ولازم نعمل ايرلي موشن بعدها بشويه. طيب لو لقيت في ديسبليسمنت الكلام الطبيعي تشتغل اوبريتيف اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. الثري بارت فراكشر، وده يعني ايه ثري بارت فراكشر؟ زي ما احنا اتكلمنا عنه لازم نحقق المعادله ان هم يبقوا 3 قطع، يبقى 2 اتكسروا وبقيه الهيومرز. فطبعا الاثنين اتكسروا لازم يتحركوا مع بعض. الكلام كله سهل، من اسمها الاثنين اتكسروا ويبقى في ديسبليسمنت ولا لا؟ في ديسبليسمنت، يبقى لازم نحتاج اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. وطبعا بيقول لك ان في حال اوبوزنج ماسل فورسز، فاكر الديفورمنج فورس اللي احنا اتكلمنا عنها، فتعمل التريتمنت يخلي الفراكشر انستيبل، فبالتالي ما تقدرش تشتغل ايه؟ كونزرفتيف. فاحنا لازم نعمل اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. لو هو 4 بارت فراكشر لازم نحقق المعادله 4، يبقى عندك 3 اتكسروا واتحركوا مع بعض وبقيه الهيومرز. فطبيعي ده لازم نعمل اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. وقال لك ركزوا في الحته دي، لو في الناس اللي هم صغيرين في اليوم، لو هو تعمل اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. طيب لو هو راجل كبير، الناس الكبار دول فاكرين لما احنا اتكلمنا ان قلنا الناس الكبار دول يبقى عندهم اوستيونيكروزس؟
طيب هو اساسا ممكن يكون الفراكشر بتاعه سبب اوستيوميكروزس اصلا يعني. طيب هنعمل ايه؟ انت دلوقتي لو رديت الكسر سواء انت فتحت من جوه عملت له اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن او اشتغلت كونزرفتيف، فطبعا الطبيعي انك مش هتشتغل كونزرفتيف ديفول بارت، فصعب جدا ان العظم يلحم في بعضه، فبالتالي نعمل له حاجه اسمها ايه؟ هيمي ارتروبلاستي، اللي هو انت بتعمل له تغيير للمفصل، تغيير المفصل كامل يعتبر، فتعمل له حاجه اسمها هيمي ارتروبلاستي، هيمي يعني مصر، وارترو اللي هو بتاعت العظم، وبلاستي اللي هو عمليه عمل يعني اقولها بالعربي ازاي؟ اللي هي يا جماعه انتوا عارفينها اكيد، هيمي ارتروبلاستي، انا بس مش متذكر اسمها بالعربي، لكن اهم حاجه تكونوا متخيلين يعني. وكمان لو في سيفير كوميونيشن، فطبعا سيفير كوميونيشن بيبقى صعب ان العظم برضه يلحم، فبالتالي ممكن برضه نعمل له هيمي ارتروبلاستي، سواء طبعا هو ايلدرلي، هو ايلدرلي لو هو ايلدرلي فكده كده مجبر ان هو يعمل له هيمي ارتروبلاستي. طب لو هو يعني شوف يا باشا، لو هو عنده سيفير كوميونيشن ممكن تعمل له هيمي ارتروبلاستي، لو ما عندوش كوميونيشن ممكن تعمل له اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. ما تنسوش الافاسكولار نيكروز اللي احنا اتكلمنا عنه، ان احنا قلنا ممكن لما يحصل فراكشر ده يحصل انتربشن للبلاد فلو اللي جاي له، فممكن يحصل نيكروزس، فلازم نخلي بالنا منه. والافاسكولار نيكروز بيكون هاي ريت في حاله الفور بارت فراكشر، حوالي 13 ل 34 افاسكولار نيكروز. فاكرين الصوره اللي احنا اتكلمنا عنها؟ قلنا في حاجه اسمها فور بارت انتوميك كلاسيفيكيشن في الاول، اهي هي دي الصوره، اهي فور بارت انتوميك كلاسيفيكيشن، اهي يا جماعه دي ريسيرش بروست، دي جريتر، دي السيرجيكال نيك اللي هو هنا الكسر نفسه السيرجيكال نيك، وهنا ايه؟ دي اناتوميكال نيك. شايفين كام بارت؟ اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب حققنا المعادله ولا لا؟ حققناها، بقينا اربع قطع فسميناها فور بارت اناتوميكال كلاسيفيكيشن. وكده خلصنا البروكسيمال هيومرس. طبعا احنا اتكلمنا اهم حاجه على الاكزيلاري نيرف، واتكلمنا على ان هو بيجي اكتر في الفيميلز بسبب الاوستيوبروسيس في الناس الكبار، وهو اكتر فراكشر ممكن يجي في الهيومرس، والميكانيزم نفس الكلام اللي هو اندايركت تروما ودايركت تروما. الايفاليويشن ما تنساش الاكزيلاري تاني، ممكن ازاي تفحص الاكزيلاري بالتيست سنسيشن على الديلتويد، لو عنده دلتويد داتوني مش لازم ده يكونفيرم ان هو عنده اكزيلاري نيرف انجري. اتكلمنا عن دكتور نير وقسمنا الفراكشر اللي ممكن يجي في البروكسيمال هيومرس لحاجه اسمها نير كلاسيفيكيشن باسمه، واتكلمنا عن العلاج، والعلاج الطبيعي ما تنساش لو هو تو بارت فراكشر، لو لقيت ان البارت ده عباره عن اناتوميكال نيك ما تنساش انت تعمل له اوفر دكتور انترنال فيكسيشن بسبب الاوستيونيكلوزيس، لان ممكن يجي له اوستيونيكلوزيس في المكان ده بالذات. بس كده خلصنا الفراكشر في البروكسيمال هيومرس. تاني حاجه هنتكلم عنها النهارده باذن الله فراكشر في الشيفت. جماعه باذن الله كل الكلام سهل، هو بنعيد ونكرر وخلاص. الميكانيزم اوف انجري، فاكرين احنا اتكلمنا ايه؟ احنا قلنا اي ميكانيزم تبقى دايركت تروما واندايركت تروما. طبعا الدايركت تروما هو قال لك ان الدايركت تروما اكتر سبب، يعني السبب الاكتر اللي هو ممكن يسبب لك فراكشر في الشيفت، وخصوصا الموتور فيكل اكسنت. الاندايركت تروما زي الفولنج وان اوت ستريتش. الفراكشر باترن ده المفروض انتوا خدتوه في الاول في المحاضرات اللي هي في الاول، فانا هتكلم باختصار بسيط جدا على حسب الاستريس اللي جاي على جاي فين بالضبط. فلو لقيته هو كومبرسيف يعني ضغط، يعني مثلا حاجه بتضغط سواء من الحاجه البروكسيمال او ديستال، بتضغط لتحت او بتضغط لفوق سواء على حسب انت جاي من بروكسيمال ولا ديستال هيومرس. فدي ممكن تعمل حاجه اسمها الامباكشن، اللي هو العظم ايه يدخل في بعضه، فتلاقي العظمه قصيره حطها فيها شورتنج. طيب بندنج يعني بتبتني، فتعمل لك ترانزفيرت فاكشر، اللي هو فاكشر يبقى بالعرض. تورشنال بتعمل لك سبايرال فراكشر، والسبايرال اللي هو يجي شبه الحلزوني كده، وده طبعا الستريس لو لقيته تورشنال. طيب لو الاثنين تورشنال وبيندنج، دول اثنين، فهنعمل هيعملوا حاجتين، اوبليك فراكشر او ريكسورتو،
وممكن يقول لك الضوء ممكن يبقى لها حاجه اسمها بتر فلاي فراجمنت، اللي هو جزء من الشافت يتكسر بيبقى شبه الفراشه، فاما تيجي تشوف الاكس راي فسميناها بتر فلاي فراجمنت. دي ان الصور دي ان النورمال ده ترانسفيرت فراكشر، هو ده ممكن يجي بسبب ايه؟ بيندنج. ده الاوبليك فراكشر، وده بيجي بحاجتين فاكرين، بيرد بيندنج وتورشن. طيب ده السبايرال فراكشر، ده الكومنيوشن، الافالجن حته تطلع بره خالص اهي، ده الانفكشن او ممكن نسميها كومبريشن عادي. لك حاجه اسمها جرين ستيب، وده الفيشر مش مذكور عندنا بس انتوا اكيد كتبتوهم برضه. هنيجي بعد كده للكلينيكال ايفاليويشن، نفس الكلام مفيش اي حاجه، مفيش اي تغيير، مفيش حاجه جديده. هتاخد تيست من العيان وتعمل له فيزيكال اكزامينشن، يجي عنده بين وسويلنج وديفورميتي. ايه الجديد هنا؟ ايه بقى؟ ان في نيرف كبير كده جدا اسمه الريديال نيرف. الريديال نيرف ده بيشبه جدا الاكزيلاري، يشبه في حاجات كتير جدا، ولكن الريديال نيرف ده نيرف كبير جدا. الريديال نيرف بيجي منين؟ شبه الاكزيلاري، الاثنين بيجوا من نفس الكورد، يجوا الاثنين من البوستيريور كورد اوف بريكيال داكسس. الاثنين بيمشوا في المسار بتاعهم في الاكزيلا ويمشوا انتيريور تو بوستيريور تو انتيريور للهيومرس، يمشي يجي من تحت الهيومرس ويطلع قدام بوستيريور تو انتيريور. الثاني الاكزيلاري كان يجي عند السيرجيكال نيك، ده يجي شويه على الشافت. فبالتالي عند البروكسيمال فراكشر في البروكسيمال هيومرس فراكشر لازم تخاف من الاكزيلاري، اما لو جيت عند الشافت تخاف اكتر ريديال نيرف. بس كده ده اللي انا عايزه في الكلينيكال ايفالويشن. بالنسبه للاشعه حاجات نفس الكلام، انتر بوستيريور فيو ولاترال، وممكن تستخدم تراكشن بيكتشرز بس، يعني مفيش حاجه جديده برضه في الجيوجرافيك ايفالويشن. ازاي نعالج بقى الفراكشر ممكن يجي في الشافت؟ قال لك ان اكتر معظم الفراكشر اللي يجي في الشافت ممكن تعالجه كونسرفاتيف احسن، يعني مش لازم تدخل جراحي ولكن بشروط. وطبعا الشروط بتاعتنا ان ما بقاش فيه الديسبليسمنت العنيف اللي احنا عندنا. شروط الديسبليسمنت هنا 20 degrees of anterior angulation، او ان يحصل 30 درجه فيروس انجوليشن. عارفين يعني ايه فيروس وفالجس؟ فيروس يعني ادكشن، فالجس يعني ادكشن، وبالتالي فيروس اكتر ميديال، اما فالجس يعني لاترال يعني تبعد عن الجسم. حلو كده؟ أو تلاقي إن عنده شورتنج، وشورتنج 3 سم، افتكروا المار يونيون كان برضه شورتنج 3 سم، يبقى لحد 20 درجة من الأنتيريور أنجيوليشن، أو 30 درجة من الفيروس أنجيوليشن، لحد 3 سم شورتنج عادي. بس كده، أما أكتر من كده فبنضطر ندخل طبعا سيرجري. طيب ازاي نشتغل كونزرفاتيف؟ نفس الكلام خالص، ممكن تحطه في سبليت او ممكن تحطه في كاست، وفي الاخر بيقول لك انت بعد ما تعمل الكلام ده ممكن تحط له دعام كده في ايده اللي هو بريس فراكشر بريس. بعد كده الاوبرتيف تريتمنت برضه هنعيد نفس الكلام، ساعه بتسمع اوبرتيف عندك اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن ازاي ببليتس وسكروز، وممكن تسلم الانترام دالارينين سهل جدا. هنتكلم بس شويه عن الانديكيشنز، والانديكيشن يعني لو جات لك في الاختيارات فانت هتعرف تصلحها ببساطه جدا. لو لقيت واحد عنده مين اديكوت ريدكشن طبيعه تستخدم اوبرتيف. النون يونيون والمار يونيون فاكرينهم؟ احنا قلنا هنستخدم ايه؟ اوبرتيف طبعا. لو لقيت عنده اسوشيتد انجرز طبيعي جدا نستخدم اوبرتيف. لو هو اوبن تمام يبقى نستخدم اوبرتيف. سيجمنتال لو عنده فيزل او نيرف حصل فيهم انجري يبقى ده كله اوبرتيف. الكلام ده كله انت لو قراتهم هتختارهم لو جات لك في الاختيارات بسيط جدا سهل جدا طبعا، ما اظنش ممكن يجي في الاختيار كمان السؤال سهل جدا. افتكر بس ان احنا استخدم بليت وسكروز، ممكن استخدم انترام دارنيز اللي هم الاوبشنز اللي بنستخدمهم في حاله الاوبرتيف تريتمنت. بعد كده نيجي على حاجه جديده اسمها حاجه اسمها الورستال لويس فراكشر، وده عالم اكتشف لنا الفراكشر ده. هو يعتبر مش اكتشاف يعني، هو قال لك لو لقيت ان الفراكشر هنا حصل في الشيفت، وده شايفين ان النيرف ده ايه؟ ده الريديال نيرف. طب فاكر عارفين نوع الفراكشر ده بس؟ ده نوع ايه؟ اوبليك فراكشر، وده الريديال نيرف. شايفين هنا الريديال نيرف اتزنق ما بين
البروكسيمال بارت والديستال بارت في الفراكشن، فممكن ده يتقطع طبعا، عشان كده سميناه الستان لويس. يبقى هو بيجي اكتر في الديستال تيرم زي ما احنا شايفين، يجي اكتر في الديستال تيرم. ممكن الراديال نيرف يبقى يحصل له انترابمنت ما بين البول، وبالتالي ممكن يحصل له لاسيريشن. وبيقول لك ان الفراكشر ده بيعدي في حاجه اسمها الانتر ماسكولار سيبتوم. الانتر ماسكولار سيبتوم، هوريك صوره الانتر ماسكولار سيبتوم واقول لكم معناها ايه. ولكن انا ذكرت ان الفراكشر ده اوبليك، ولكن هل ده معناه ان في حال الهوستال لويس ممكن لازم يكون فراكشر اوبليك؟ مش لازم يعني، اهم حاجه يتحقق فيه المعايير ان يجي في الديستال ثيرد ممكن يحصل انترابمنت للريديال نيرف، عشان كده سميناه الاسم ده. لكن اظن افتكر ان انا كنت قرات على صفحه طبيه ان هو ممكن يجي كمان ترانسفيرز فراكشر، ممكن برضه يعمل انترابمنت ولاستريشن للريديال نيرف. هرجع لموضوعنا الاساسي، والحمد لله وما ذكرش نوع فراكشر ممكن يجي ايه، قالوا بس ان يجي ديستال ثيرد وان الريديال نيرف ممكن يحصل له انترابمنت. يعني ايه الانتر ماسكولار سيبتوم؟ دي صورة الانتر ماسكولار سيبتوم. عارفين الفيو ده عبارة عن ايه؟ الفيو ده انت جبت الارم وقمت جاي قاطع الارم كده وفصلته لجزئين وقمت جاي بص من فوق. فانا حاليا ببص من فوق على الايه؟ على الارم اللي انا اساسا قاطعه نصين. تمام؟ دي ايه دي؟ البول بتاعتنا. شايف ما بين المسلز دي في سبطه، يعني في فواصل. في حاجه بقى اللي اسمها انتر ماسكولار سبتم اللي هي الكبيره دي، دي لاترال انتر ماسكولار سبتم ودي ميديال انتر ماسكولار سبتم. فبالتالي الفراكشر ممكن يعدي فيها، ممكن يجي فراكشر كده. ده مثلا ترانسفيرز فراكشر، يبقى هو عدى فين؟ في الانتر ماسكولار سبتم. شايفين الاصفر ده اسمه ايه؟ ده ريديال نيرف. يبقى كده بالتالي الفراكشر ممكن يجي ايه؟ يعدي على الريديال نيرف هنا، فعشان كده سميناها هوستال لويس. عرفنا ان هو بيجي في الانتر ماسكولار سيبتوم وممكن يعمل انترابمنت لاستريشن للريديال نيرف، يجي اكتر في الديستال ثيرد، او يجي هو بيجي في الديستال ثيرد، في الديستال ثيرد فراكشر. بس كده خلصنا بسرعه كده، خلصنا الفراكشر اللي ممكن تيجي في الشاف، وهي الكلام كله باذن الله بسيط. اهم حاجه افتكر استاذ ريس ممكن يجي يسالك فيه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فراكشر بيجي في الديستال ثيرد، ممكن يعمل انترابمنت للريديال نيرف ويعدي في الانتر ماسكولار سيبتوم. واتكلمنا كمان على الاوبرتيف تريتمنت والحاجات العاديه بتاعتنا والكونزرفتيف، قلنا اكتر من 90% بتشتغل كونزرفتيف ولكن بشروط، وعرفنا الشروط بتاعتها. والراديوجرافيك ما فيهاش حاجه، والكلينيكال برضه اهم حاجه فيه الريديال نيرف. ودي انواع تايبس اوف الفراكشر، دي الانواع البدائيه خالص. واتكلمنا عن ميكانيزم اوف انجري. هنخش على الحاجه اللي بعد كده اللي هي الانفو ديسبيشن. شايفين ده ايه؟ هيومرس ريدياس ألمر، هيومرس ريدياس ألمر، ده الايه؟ ده الالبو جوينت. حصل له هنا، حصل باين خالص ان في ديسلوكيشن، حصل هنا ديسلوكيشن. حد يعرف نوع الديسلوكيشن؟ هنيجي لقدام باذن الله نوع، عشان بس ما اقولوش واحنا مش واخدين فكره عنه. فأول حاجة طبعا نفس الكلام الإبيديميولوجي، ده بيشكل حوالي ما بين 11 لـ28%. أنا لا أعلم هل الأرقام دي مهمة أو لا، ولكن طبعا أعرفها طالما مذكورة عندك. بيشكل من 11 لـ28%. الأرقام اللي إحنا خدناها النهاردة بسيطة، مش كتير، حاجات بسيطة. البوستيريور ديسلوكيشن الموست كومن، وطالما قلت بوستيريور ديسلوكيشن يبقى أكيد في أنتيريور ديسلوكيشن، ببساطة جدا. فاكرين الشولدر جوينت؟ الشولدر جوينت كان الانتيريور ديسلوكيشن هو الاكتر، اما في الالبو جوينت البوستيريور ديسلوكيشن هو الاكتر. طيب ده ليه؟ لان انت لو جيت تبص على الميكانيزم اوف انجري تلاقي معظم الميكانيزمات تيجي تعمل بوستيريور ديسلوكيشن اكتر يعني. طيب ايه الناس اللي ممكن يحصل لهم بلع في الكوع؟ دول الناس اللي هم رياضيين، الناس اللي بيجروا كتير، الناس اللي ممكن يقع على كوعه ويحصل له بوستيريور ديسلوكيشن او انتيريور ديسلوكيشن. وبالتالي هو يجي اكتر في الناس اليونج اللي عندهم ما بين 10 ل 20 سنه بسبب السبورتس انجرز. الميكانيزم اوف انجري ولا جديد يذكر، فولينج وان اوت ستريتش هاند، وممكن يكون دايركت تروما، ولكن طبعا هو هنا للاسف ما ذكرش الدايركت تروما، ولكن الدايركت تروما برضه ممكن.
تعمل ديسلوكيشن، والديسلوكيشن بتاعها بيكون انتيريور بس، ولكن تحت ظروف معينه يحصل انتيريور ديسلوكيشن. فموستلي بسبب فولينج اون اوت ستريتش هاند او على الالبو، فيعمل فورس تو حاجه تو انلوك الاوليك رينوم فروم تروكيا. ايه هو الاوليك رينوم وايه هو تروكيا؟ نرجع للصوره دي تاني. الجزء اللي هو طلع رجع ورا ده دبل سيرو ديسلوكيشن موبايل، لان ده الاوليك رينوم رجع ورا. التروكليا ده عباره عن حفره اللي بيبقى موجود فيها الاوليك رينوم، هي مش ظاهره هنا في الاكس ري، ولكن المفروض الحفره دي هتلاقيها ورا في الجزء ده. عارفين ده ايه؟ ده الكورونايل بروسيس. يبقى دي الاوليك رينوم والتروكليا المفروض ورا، الاثنين بيبقوا ماسكين في بعض بحيث ان هو يعمل الجايت بتاعه. فاما يحصل انلوك للاوليك رينوم فروم التروكليا، يعني الاوليك رينوم بعد التروكليا، فبالتالي حصل الديسلوكيشن. ولذلك احنا عندنا تو تايبس، عندك البوستيريور ديسلوكيشن وعندك الانتيريور ديسلوكيشن. البوستيريور ديسلوكيشن ده بيجي بسبب ايه؟ واحد وقع، انا هوريكم صوره، واحد وقع وايده المفروض قوي، حصل هايبر اكستنشن وحصل عليها فالجاس ستريس. عارفين الفالجاس يعني ايه؟ فاكرين؟ ابدكشن. ابدكشن بتساوي كلمه فالجاس، فمن اسمها، فبالتالي الارم بتاعه كان ابدكتد. بيقول لك ان الفور ارم سوبينيتد، هل ممكن يكون الفور ارم برونيتد؟ ممكن يعمل في الكلام ده. دكتور وهدان كان اتكلم في الحاجه دي وكان بيقول ممكن يبقى في برونيشن، ولكن انتوا مذكور عندكم ان الفور ارم سوبينيشن، فهنعرفها زي ما هي موجوده. هوريكم الصوره وبسرعه اوضح واوصف عليها بالظبط الكلام ده، فما تخافوش. طيب ده يعمل لك بوستيريور ديسلوكيشن. اعرفوا بس اهم حاجه ان البوستيريور ديسلوكيشن في الانتيريور ديسلوكيشن. الانتيريور ديسلوكيشن واحد وقع وايده فلكسد ووقع على الايه؟ على الفور ارم بتاعه. يبقى لو ايده فلكسد وقع على الفور ارم وايده فلكسد كده، هوريكم الصوره، الصوره افضل. فحصل دايركت فورس على الفور ارم، فيعمل له انتيريور ديسلوكيشن. خلينا نجيب الصوره وارجع. ايوه انا عايز الصوره دي، وان كان هي مش موضوعنا ولكن مهم. ده ممكن يعمل يخلي الاوليك رينوم يطلع من التروبيا. الفور ارم بتاعه سوبينيتد اهو، والهاند هايبر اكستندد، وهو بيعمل، ولكن طبعا مش باين في الصوره، بتبقى ابدكت اكيد، مش هيبقى فيه ادكشن من يحصل الديسلوكيشن ده. بص دي مهمه. ايوه ده واحد حصل له دايركت تروما وهو وقع فين؟ شايفين وقع فين؟ بالظبط، واقع على القلب والقلب بتاعه فلكسد. شايفين ده الهيومرس وده بقيه الارم، ده القلب بتاعنا اهو، وهو وقع وايده فلكسد كده، فبالتالي حصل له هنا ايه؟ فورس. الفورس كان اتجاهها ايه؟ جايه من البوستيريور، جايه من تحت لفوق. انا ما تخيلش، مش بلاش اقول بوستيريور، من تحت لفوق، فبالتالي تقوم جايه الاوليك رينوم يقوم جاي طالع من التروكليا ويطلع لقدام في اتجاه الركوع. هنرجع تاني للكلام بتاعنا. بالظبط هنا احنا كنا واقفين هنا، قلنا البسيرو ديسلوكيشن بيبقى فيه هايبر اكستنشن، الارم بيبقى فيه ابدكتد والفور ارم سوبينيتد. طب في حاله الانتيريور ديسلوكيشن قلنا هو بيقع والايجو بتاعه فلكسد، فبالتالي اتجاه القوه لما يحصل دايركت تروما بيكون من تحت لفوق، فيخلي اسمه ليه الاوليك رينوم يطلع من التروبليا، وبيكون اتجاهه في نفس اتجاه القوه، وبيكون اتجاهه من بوستيريور تو انتيريور، فسميناه انتيريور ديسلوكيشن. الكلينيكال ايفالويشن ولا جديده يذكر. طبعا بيشنت بيبقى عنده جاردنج الانجرد اكستريميتي، يعني بيبقى حارسها، بيبقى عنده بين وديفورميتي وسويلنج، ولازم نعمل له كيرفول نيوروفاسكولار انفيمينيشن، وتطلب منه أشعة، وبعد ما تطلب منه الأشعة وبعد ما تعمل له ريدكشن أقصد، تعيد الأشعة تاني عشان تشوف أنت اشتغلت صح ولا خطأ، وتشوف هل هو رجع ولا لا. في حالة الراديوجرافيك ايفاليويشن برضه هنستخدم انتروبستيريو فيو ولاترال فيوز، تعملهم قبل الأشعة وبعد الأشعة، ولازم تتأكد إن هو ما عندوش اسوشيتد انجريز أو اسوشيتد فراكشن. هنتكلم عنها بالتفصيل الاسوشيت فراكشن، يعني يعتبر السلايد دي ما فيهاش حاجه اظن ممكن تيجي في الامتحان. ازاي نعالج؟ على حسب هل هو الديسلوكيشن ده بوستيريور ولا انتيريور.
فلو هو بالزيرو ديسبيكيشن الاثنين بتعملهم كلوز ريدكشن واندر سيليشن تحت التخزين. اهم حاجه نشوف الريدكشن ده هنعمله ازاي. طبعا الموضوع محتاج ان انت تشوف فيديو، مهم جدا انت تشوف فيديو وتشوف الريدكشن بيحصل ازاي، لان الشرح من غير فيديوهات بيبقى صعب شويه. فهحاول على قد ما اقدر ان انا اوضح. فالريدكشن في الحالتين سواء هو بوستيريو ديسلوكيشن او انتيريو ديسلوكيشن لازم تبني دراع، يبقى لازم الفور ارم يبقى فليكسد. ده رقم واحد. الاثنين بنعمل فيهم ديستال تراكشن، يعني بتشد الفور ارم ناحيه، يبقى الاثنين هنعمل ديستال فراكشن تراكشن والاثنين هيبقوا فليكسد. ودي تعتبر النقطه المشتركه في الحاجتين، ان انت بتعمل تخلي القلب فليكسد وتعمل لهم ديستال تراكشن، يعني تشد الفور ارم ناحيتك. طيب عايزين بقى نتخيل كده ان واحد عنده بوستيريو ديسلوكيشن والمفروض ان انا ارجع الاوليكرينوم مكانه في التروبيا. طيب الاوليكرينوم دلوقتي مكانه فين بالظبط؟ مكانه ورا التروبيا لان هو بوستيريو، فبالتالي انت المفروض ان انت هتشد تعمله ديستال تراكشن تشد ناحيتك، وممكن تضغط بايدك من ورا كمان على الاوليكرينوم وتدخله في التروبيا. الحمد لله هو كده بلاش، فاحنا نعرف ان القلب فليكسد وتعمل ديستال تراكشن. بعد ما تعمل كده هقوم جاي حاطه في سبلنت عاديه، وطبعا اكيد القلب لازم يفضل فليكسد اللي هو يفضل 90 درجه طبعا. فانت كده بتحطه في سبلنت اللي هي الكبيره يعني. طبعا لو هو عنده اسوشيتد انجز هتحتاج تعمل اوبر ريدكشن، او عنده سوفت تيشو انجز، او حصل بوني انترابمنت يعني في فراكشرز في البون وانت مش عارف تعمل الكلوز ريدكشن بتاعك، فطبيعي انت لازم تعمل اوفر ريدكشن. في حالات الانتيريو ديسلوكيشن اتكلمنا عن النقطه المشتركه، قلنا ان انت تعمله ديستال تراكشن وتخلي الفور ارم بتاعك فليكسد. طيب دعونا نتخيل هنعمل ايه. لو انت جالك واحد وتخيل كده ان هو عنده الفور عنده انتيريو ديسلوكيشن، يعني ايه انتيريو ديسلوكيشن؟ يعني الاوليكرينون دلوقتي قدام التروبيا، يبقى المفروض ان الاوليكرينون هيرجع ورا عشان يدخل في التروبيا. هنعملها ازاي؟ اول حاجه بيقول لك ان انت تعمل دور زي دايركت بريشر اون ذا فولا فور ارم. الفور ارم بتاعك العادي هتقوم جاي عامل عليه بريشر، هتزقه في اي ناحيه؟ دور زل يعني تو ذا باك يعني لورا، يبقى انت هتزق الفور ارم لورا، يبقى انت هتخلي اتجاه القوه بتاعك فروم بوستيريور تو فروم انتيريور تو بوستيريور، من قدام لورا towards the back عشان ايه؟ نصحح الانتيريور ديسلوكيشن. وكمان ممكن تعمل ايه؟ انتيريور بريشر على تو ذا هيومرس، يعني انت ممكن تزق الهيومرس لقدام شويه بحيث ان اتجاه القوه بتاعك يكون ايه؟ انتيريور. يبقى انت كده عملت له كوركشن للانتيريور ديسلوكيشن بتاعك. الاثنين الحاجه المشتركه في البوستيريور ديسلوكيشن والانتيريور ديسلوكيشن انت بتعمل الاثنين ديستال دايركشن وبتخلي الفور ارم في الاثنين فليكسبل، ولكن بتختلف. الحمد لله ان هو ما ذكرش حاجه في البوستيريور ديسلوكيشن، المعلومات اكتر في الانتيريور. الانتيريور بتشتغل ازاي؟ دعونا نتخيل لو انت عندك واحد عنده انتيريور ديسلوكيشن، بمعنى ان هو عنده الاوليكرينون قدام التروبيا، وبالتالي لما تيجي تعمل له بريشر عشان ترجع الاوليكرينون مكانه في التروبيا هيكون اتجاهه ايه؟ توورد ذا باك يعني ناحيه ورا، يعني البوستيريور دايركشن يعني الدور ذا، يبقى دورس ريدايركت بريشر على الفولا فول ارم. وممكن تزق الهيومرس لقدام، تمام؟ ان هما الاثنين يتقابلوا في بعض. خليكم تتخيلوا عشان تفهموا، لان انتوا مش هتفهموها حاجه. فبالتالي ممكن تعمل انتيريور بريشر على الهيومرس. اتكلمنا ان في حاجه اسمها اسوشيتد انجز. خلونا اوريكم الصوره الاول عشان نفهم الاسوشيتد انجز اللي ممكن تيجي. اتكلمنا عن الالبو ديسلوكيشن في الصوره دي وقلنا على شويه حاجات فيها. فده اتكلمت وقلت ان هو الكورونال بروسيس، واتكلمت ان دي الريدياس ودي الالنا ودي الهيد اوف ريدياس ودي الالنا اهي، ده الايه الاوليكرينوم وطلع من التروكليا هنا. وده طبعا في الهيومرس ايه الحاجه اللي هنا عند الكورونال بروسيس؟ عنده ميديال ولاترال ابيكوندايلس. حلو جميل الكلام ده. نخش تاني في الاسوشيتد انجلز، ايه اللي ممكن يجي؟ فاكرين الريديوس اللي انا لسه بتكلم عنها؟ ممكن يجي فراكشر في الريديوس،
يبقى ممكن يحصل له ريديال ريتراكشن، ودي محاولة من 5 ل 11. وممكن يجي له الفراكشر فين؟ في الكورونايد بروسيس اللي انا لسه بتكلم عنه، ممكن يجي في الفراكشر، وممكن يجي في الميديال واللاترال اي بي كومبايند. طب لو هو في حاله ان هو عنده ميديال فراكشر ازاي تعالجه؟ لا جديد يذكر لو هو على حسب التايب بتاعه، تايب 1 يعني مفيش ديسبيسمنت، تشتغل كونزرفتيف. طب لو هو تايب 3 او 2 او 3 يبقى ممكن نعمل له اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن، وممكن تشيل الريديال هيد لو لقيتها ايه مثلا في سيفير كونفيوجن او حاجه. وفي كان في 2006 كان بيقول لك ان انت ممكن تشيل الريديال هيد، ولكن حاليا مفيش اي اثبات للكلام ده، فبالتالي الريديال هيد حاليا مش بتتشال، فنو رول فور اكسجن اوف الريديال هيد كما كان بيذكر في 2006. كده خلصنا اسوشيتد انجز، وكده خلصنا الجزء ده من المحاضره. يبقى انت كده اسوشيتد انجز تاني قلنا ميديا فراكشر ممكن يجي في الكورونايد، ممكن يجي في الميديا واللاترال ايبيكوندايلز. واتكلمنا في الاول خالص على ان في نوعين من الايربو ديسلوكيشن، بوستيريور وانتيريور، وقلنا ان الموست كومن ما منهم الاثنين عكس الشولدر، افتكر واحد فيهم واعكس الثاني، يجي اكتر بوستيريور ديسلوكيشن في حالات الايربو. اتكلمنا ازاي نعالج الاثنين وان ممكن يكون في اسوشيتد انجز واتكلمنا عنها بالتفصيل. خلاص يا جماعه احنا في الاخر هنتكلم عن السوبرا كوندايلا كراكشر ان تشيلد، ومن اسمه فبالتالي هو بيجي في الاطفال اكتر ما بين 5 ل 7 سنين، معرضين اكتر ان هم يجي لهم السوبرا كوندايلا كراكشر. والسبب بتاعه نفس الاسباب العاديه اللي هو فيلنج وان اوت ستريتش تاند، وده يجيب حاجه اسمها اكستنشن تايم. الاكستنشن تايم مش مكتوب عندكم في الكتاب ان ده بيجيب اكستنشن تايم، ولكن عايزين تعرفوها افهم مش عايزين عادي. بالنسبه لي حاجه اسمها فليكشن تايم تجيبها حاجه اكتر اسمها دايركت تروما او وقع على ايده. طيب احنا مش فاهمين يعني ايه اكستنشن تايم او فليكشن تايم اصلا. هو قال لك ان السوبرا كوندايلا فراكشر لها تو تايب، اكستنشن تايم وفليكشن تايم. والاكستنشن تايم ده بيجي اكتر. طب يعني ايه برضه في اكستنشن تايم وفليكشن تايم؟ خلينا نبص على الصورة دي. ده واحد واقع على ايده falling on out stretched hand، فبالتالي حصل هنا فراكشر في الديستال هيومرس، او ممكن نقول في السوبرا كوندايلر فراكشر، يعني فوق الميديال واللاترال ايبي كوندايلز، فوقهم على طول حته اسمها السوبرا كوندايلر. طيب ده واحد وقع على ايده وهي اوت stretched، فبالتالي حصل ايه؟ حصل ان الديستال بارت ده انفصل عن البروكسيمال بارت، الهيومرس اتقسمت لتو بارت، بروكسيمال بارت والديستال بارت. فالديستال بارت بقى اصبح بوستيريور بالنسبه للبروكسيمال بارت، فالبوستيريور لوكيشن بتاعه ده اتجاه الاكستنسورز بتوع الفور ارم، فبالتالي سميناه الاكستنشن تايب. طيب بالنسبه لهنا ده الفليكشن تايب، وده واحد دي الصوره دي اوضح، وقع وايده فليكس خالص اهي، فحصل ان السوبرا كوندايل السوبرا كوندايلر لوكيشن او الجزء اللي فوق السوبرا كوندايل او الجزء اللي فوق الايبي كوندايل حصل فيه فراكشر، فاتحرك الديستال بارت انتيريور بالنسبه للبروكسيمال بارت. هنا اوضح الديستال بارت اصبح انتيريور بالنسبه للبروكسيمال بارت، وبالتالي ده سميناه ايه؟ الفليكشن تايب، لان الديستال بارت اصبح ناحيه الفليكسورز، الفليكسورز بتوع الفرقة، فسميناه الفليكشن تايب. حلو كده؟ تاني هنقولها تاني، الاكستنشن تايب والفليكشن تايب على حسب الوقت. هو واقع وايده اوت ستريتشد، فبالتالي الديستال بارت اصبح بوستيريور بالنسبه للبروكسيمال بارت، اصبح بوستيريور يعني اصبح تجاه الاكستنسورز اوف فور اب، فبالتالي سميناه الاكستنشن تايب. اما في الفليكشن تايب فحتى هو فليكشن تايب وهو بيقع وايده فليكسد، فبالتالي الديستال بارت اتحرك انتيريور بالنسبه للبروكسيمال بارت، اتحرك انتيريور تجاه الفليكسورز، ولذلك سمي بالفليكشن تايب. نرجع تاني، قلنا فولينج اون اوت ستريتش هاند اكتر تعمل لك الفليكشن تايب، والفليكشن تايب الاكستنشن تايب سوري اسف الاكستنشن تايب هو الاكتر 95 ل 98، يعني يعتبر معظم كله يعتبر. اما الفليكشن تايب فده قليل جدا، اقل من 5% كمان. اما يجي واحد يجيله سوبرا كوندايلا فراكشر فهو معرض لحاجه من الحاجتين دول،
وربنا يستر علينا جميعا. اول حاجه حاجه اسمها النيوروبراكسيا، والنيوروبراكسيا دي حاجه مش خطيره جدا يعني، هو بس النيرف الفانكشن بتاعته بتقف لمده مثلا اسبوعين او اكتر وبيرجع لطبيعته تاني. طيب ايه النيرفات الموجوده في الحته دي؟ هاجي اتكلم عنها دلوقتي. طيب في وممكن يحصل له حاجه اسمها فاسكولار كومبرومايز، والمكان ده بيمر فيه شويه فيزلز مهمين جدا. اللي خلينا نجيب الصوره كده نرجع تاني. ايوه دي الصوره، شايفين دي النيرفز. طب ايه ده؟ ده الميديال ايبيكوندايل وده اللاترال ايبيكوندايل. ورا الميديال ايبيكوندايل بيمشي الالنار نيرف وده الريديال نيرف، وما بينهما يوجد الميديال نيرف. حلو كده؟ يبقى في ثلاث نيرفات كبار اهو موجودين في السوبرا كوندايل فوق الحته فوق الايبيكوندايلز. فلو حصل سوبرا كوندايل فراكشر فواحد من دول معرض ان هو يحصل فيه انجري. تمام كده؟ طيب نيجي للصوره دي، شايفين الكبير ده ايه؟ ده البريكيال نيرف. البريكيال نيرف فده لوحده كفايه اصلا. فلو حصل فراكشر في الحته دي فده معرض طبعا ان هو ايه؟ يحصل فيه انجري. فلذلك دي حاجه من الاسوشيتد انجريز اللي ممكن تيجي مع السوبرا كوندايلر فراكشرز. يبقى السوبرا كوندايلر فراكشرز ممكن يجي معاها اسوشيتد انجريز زي النيوروبراكسيا وفاسكولار كومبرومايز. النيوروبراكسيا بسبب ثلاث نيرفات، الانتيريور انتر اوسيس نيرف وده برانش بيجي من الميديان نيرف اللي احنا قلناه في النص، وهي عندك الريديان نيرف او بسبب الالنر نيرف. والالنر نيرف قال لك ان هو بيجي اكتر مع الفليكشن تايم بقى، الفليكشن تايم. والفاسكولار كومبرومايز لان عندك طبعا البريكال نيرف اهم حاجه بيجي بنسبه 5 ل 17%. اتكلمنا عن الصوره دي، هنخش على البرزنتيشن. طبعا الاعراض اللي بيجي كل حاجات بسيطه جدا، بيجي بين وما بيقدرش يحرك دراعه. الفيزيكال اكزامينشن تعمله انسبكشن تلاقي فيه سويلنج، تلاقي فيه ديفورميتي، تلاقي حاجه اسمها الايكيموزس ان انتي كيوبيتال فوسه. الانتي كيوبيتال فوسه دي الحته اللي فوق الكوع، اللي هو لو انت عملت دراج فليكشن اكستنشن الحته ما بين الحته ما بين الهيومراس والفور ارم هتلاقي في فوسه اسمها الانتي كيوبيتال فوسه. ممكن يحصل فيها ايكيموزس يعني يحصل فيها كدمه وانفئات. لو جيت تشوف الموشن الحركه بتاعتها تلاقي ليميتد طبعا. اوعى تنسى طبعا انت تعمل له نيورو فاسكولار اكزامينشن وعندك الراديوجرافيك ريكومنديشن طبعا نفس الكلام اللي اتكرر قبل كده انترو بوستيريور فيو ولاترال فيو. تاني البرزنتيشن اتكلمنا على السيمبتومز، عنده بين، اتكلمنا على الفيزيكال اكزامينشن تعمل له اول حاجه تشوفه بالانسبكشن تلاقي عنده ديفورميتي وسويلنج وايكيموزس في الانتي كيوبيتال فصه. تشوف الموشن بتاعته وتلاقي ان هو مش بيعرف يحرك القلب كويس، واوعى تنسى ان انت تعمل نيوروفاسكولار اكزامينشن. اما لو هتطلب منه اشعه فالاشعه العاديه اللي هو الانترو بوستيريور فيو واللاترال اكس راي. طيب العلاج ازاي ده بيتعالج؟ العلاج احنا اتكلمنا قبل كده نون اوبرتيف واوبرتيف. نون اوبرتيف اللي هو الكونسرفاتيف ممكن تحطه في كاست، وطبعا عنده الحته اللي هو القلب حصل فيها فراكشر فاكيد لازم القلب يبقى فليكسد 90، بس بيقول لك ان هو اقل من 90 درجه. الانديكيشن اللي هو اللي احنا عارفينه يعني، طبعا اول حاجه لازم يكون تايب 1 اللي هو نون ديسبليز فراكشر، او ممكن يكون تايب 2 ولكن تايب 2 بشروط. الشروط بتاعته ان هو طبعا ما يكونش فيه كومنيوشن، او السولنج بتاعه يبقى خفيف، او حاجه اسمها الانتيريور هيومرال لاين انترسكتد ذا كابيتولا. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نشوف الصوره دي. فاكرين دي ايه؟ بالظبط ده الاوليكرينوم بروسيس. كان بيقف فين؟ طيب عارفين دي ايه؟ دي انا الكابيتولا. الانتيريور هيومرال لاين ده لاين بتحطه على الانتيريور اسبيكت اوف الهيومرس، فده لو اعتبرنا ده الارم فليكس ده اهو وده الانتيريور اسبيكت اوف هيومرس، فانت بتشد خط كده. تمام، تشوف هل هو تقاطع مع الكابيتولا ولا لا؟ لقيته اتقطع يبقى ده حلو اللي هو في الصوره ده. ده ممكن تشغله تمشي كونسرفت. اما لو ما حصلش انترسكشن يبقى ده في مشكله وما ينفعش ان انت تمشي نون اوبرتيف، لازم تخش اوبرتيف. طيب اتكلمنا تاني، طبعا ما ينفعش يبقى في نيورو ديفكت طبعا اكيد طبعا. التكنيك بتحطه في القاست دي لمده 3 اسابيع، وطبعا لازم تقعد تعمل اشعه باستمرار
عشان تشوف حالة الكسر. بعد بيقول لك ما بين يعني كل اسبوع تقريبا. الاوبرتيف تريتمنت نفس الكلام اللي بيجي في دماغنا، ممكن نشتغل كلوز ريدكشن بيركتينيا سبيننج. قبل كده كنا ممكن نقول ان بنعمل كلوز ريدكشن وانترا ميدال رينين، هنا في بيركتينيا سبيننج اللي هي البنز اللي هي اسمها البن اللي هو الدبوس. الانديكيشن بتاعته على حسب الفراكشر بتر، لو هو كومبليت ديسبليسد فراكشر اكستنشن تايب او فليكشن او حاجه اسمها ميديان كولن كولابس. سامع؟ طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ عندك رقم واحد كيوبيتاس فالجاس وفيروس. فاكرين كيوبيتاس فالجاس وفيروس؟ كلمة فالجاس وفيروس دي خدناها قبل كده لما اتكلمنا على مارد يونيون وقلنا ممكن يكون فالجاس او فيروس. طب يعني كلمة كيوبيتاس اصلا؟ كيوبيتاس معناها القلب. طيب فالجاس معناها ابدكشن بالبي. طيب فيروس يعني ايه؟ معناها ابدكشن. طبعا تخاف الفالجاس ان ممكن يحصل انجري للالنر نيرف. ليه؟ هوريكم الصورة دلوقتي هتعرف. في حاجة اسمها ريكيرفيتم، ده برضه كومبليكيشن ممكن تحصل. يعني ايه ريكيرفيتم؟ يعني القلب بيبقى هايبر اكستندد، يحصل هايبر اكستنشن في الارم كامل لدرجة ان هو يعمل كيرف عكس اتجاهه. يعني ايه؟ يعني بص الصورة دي، ثانية واحدة بالظبط دي يعني لا بص الكيرف ده، ده كيرف. طبعا ده النورمال، ده هنا كيوبيتاس فالجاس حصل ابدكشن فور ارم بعد، هنا فيروس حصل ادكشن. لاحظ ان ورا الميديال ايبيكوندايل في الحته دي بالظبط بيمشي الالنر نيرف، فبالتالي ممكن واما يحصل ادكشن في الحته دي لدرجه كبيره ممكن الالنر نيرف يتاذي. نرجع تاني، يبقى فالجاس وفيروس وريكير بيتم. وطبعا ممكن تعمل انجري للنيرفز زي ما احنا حتى قلنا الالنر نيرف اهو، ممكن تعمل انجري للفيزنس اللي ماشيه في الحته دي. الريديال بالس ده حاجة من الحاجات اللي بنعمل بيها اكزامينيشن، اللي عشان لو مثلا هتعمل نيورو باسكولار اكزامينيشن او حاجة. فالريديال بالس ده بيكون في الفور ارم من قدام ناحية الايد بالظبط كده، ممكن تشوف المكان بتاعه بالظبط. تشوف البالس بتاعه المفروض في الحتة دي بيكون في بالس، لو لقيته ابسنت يبقى مفيش، يبقى فيه فيزل انجري. بيقول لك لما يحصل فيزل انجري في الحته دي لفتره كبيره ممكن المصل يحصل فيها كونتراكشن، فحصل فسموه فولكمان اسكيميك كونتراكشن. اسكيميك لان في فيزل انجري فبالتالي ما فيش دم بيوصل فسموه اسكيميك، وفولكمان ده الاسم الراجل، وكونتراكشن لان المصل بيحصل فيها كونتراكشن كرد فعل. في ناس بتخاف بعد ما يحصل ريدكشن وكده وحصل اموبلايزيشن، يخاف ان هم يحركوا دراعهم فبالتالي يحصل ايه؟ ستيفنس، فممكن يحصل بوست اوبرتيف ستيفنس. اتكلمنا دي عن الكيوبيتال ريكير فيتم، واتكلمنا على الكيوبيتس فالجاس وفيروس. اخر حاجه خالص الميديال واللاترال ايبي كوندايلز او كوندايل فراكشر. طبعا ساعه ما تسمع الميديال ايبي كوندايل يجي في بالك الالنر نيرف اللي كان بيمشي ورا الميديال ايبي كوندايل فتخاف منه، واحنا قلنا ان هو بيمشي وراه يبقى بوستيريور، يبقى الالنر نيرف باسنج بوستيريور للميديال ايبي كوندايل. طبعا في مصل اتاتشمنت ممكن يكون اندسبليزد او ديسبليز. ازاي تعالجه؟ العلاج الطبيعي بتاعنا لو هو اندسبليزد تمشيه كونزرفيتيف، لو ديسبليزد تمشيه اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. الكومبليكيشنز بتاعته نفس الكومبليكيشنز برضه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، كيوبيتاس فالجاس او كيوبيتاس فيروس. اخر حاجه شويه اسئله كده. اول حاجه تريتمنت اوف ديسبليسد كلافيكال فراكشر وفي كومينيشن كده، في حاجتين هو ديسبليسد وفي كومينيشن. الاختيارات، هل تستخدم بليس وسكروز، ولا تستخدم ارم سلينج، ولا فيجر 8 كلافيكال بريس، ولا كلوزد ريدكشن وانترام درر فيكسيشن. بالراحه، اول حاجه بليس وسكروز ده خيار ممكن طبعا. طب هو الارم سلينج والفيجر 8 كلافيكال بريس الاثنين دول كونزرفاتيف تريتمنت والاثنين مش نافعين. طيب كلوزد ريدكشن وانترام درر فيكسيشن هل ده ينفع؟ هو كان ينفع ولكن للاسف في كومينيوشن فمش هينفع نستخدمه.
كوميوشن كان من الانتر الكونترا انديكيشن للكلوز ريدكشن والانترا مداري فيكسيشن. فالجواب ساعتها هتكون ايه؟ بليز اند سكروز. النيرف اللي ممكن يتصاب لو في انتيريور شولدر ديسلوكيشن ايه؟ هل هو الالنر ولا الاكزيلاري ولا الريديال ولا الفيمورال؟ طبعا الفيمورال ده اكيد طبعا مش تبعنا خالص، التلاته دول يحيروا بقى، ولكن طبعا الاكزيلاري هو اللي ممكن يتصاب في الانتيريور شولدر ديسلوكيشن، لان هو اساسا كان بيعدي عند الدلتويد فاكرين. وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون الاكزيلاري نيرف. الميكانيزم اوف انجري في الانفيريور شولدر ديسلوكيشن هتكون ايه بالظبط؟ هايبر ابدكشن انجري. الهايبر ابدكشن انجري الهولستن لويس فراكشر، هل هو ديستال ثيرد هيومرال فراكشر؟ بس ما تكملش، هو ايه ده الاجابه الصحيحه؟ فعلا هو ديستال ثيرد هيومرال فراكشر. بعد كده هنخش على طبعا ده كله لازم تقراه طبعا. Which of the following is true؟ أول حاجة هل there is no need to treat a symptomatic malunion؟ هل دي إجابة صحيحة؟ لا طبعا دي إجابة خاطئة، طالما هو symptomatic malunion لازم يتعالج طبعا. The anterior shoulder dislocation is the commonest shoulder dislocation؟ بالظبط هي دي الإجابة الصحيحة، The anterior shoulder كان هو أكتر هو أكتر نوع من shoulder dislocation ممكن يحصل، فبالتالي The anterior shoulder dislocation هو commonest shoulder dislocation. وكان عكسه فاكرين ال elbow dislocation كان العكس، فبالتالي ال anterior elbow dislocation is the commonest elbow dislocation، دي اجابه خاطئه طبعا. ال light bulb sign indicate inferior shoulder dislocation، لا طبعا ال light bulb sign كانت بتindicate ايه؟ posterior shoulder dislocation. وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم 2 اللي هو ال anterior shoulder dislocation is the commonest in shoulder dislocation. طبعا في النهايه احب اشكركم جميعا على وقتكم، وربنا يوفقكم جميعا، وبإذن الله أكون قدرت أسهل المحاضرة ولو بأي جزء يعني. السلام عليكم.